فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الوجود في عيوني في عيوني فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة ينير دربي وكياني. يا نفسي توبي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتنا في الله، نحييكم من جديد بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يكون قد تقبل صيامكم وقيامكم وكل عباداتنا وعباداتكم. محور جديد، موضوع جديد سنتناوله بالبحث هذا اليوم. أترككم مع المقطع المصور. فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة فقه الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ما معنى الصيام وما هي فوائده؟ كالعادة، كاميرا المتوسط تنزل للشارع لتسأل المواطنين وترصد آراءهم. طاعة قبل كل شيء، يعني حتى في التعامل مع العباد، حتى مع يعني في إصلاح القلوب مع الناس، فهمت؟ ويدور فيه الحركة مع البلاد، والناس تقرب لبعضها والناس تولي تحب بعضها، وشر التسامح هذاك. الناس تتلم تتعشى مع بعضها وتستدعى بعضها ونحنوا على بعضنا، وهو ديم ربي ما ديوم شيء، وشر الرحمة وخيره كثير. الفايدة الواحد ديما مرتاح، حتى من ضميره مرتاح. رمضان واش بيك؟ شهر رمضان والله مصلي على النبي. يصوم على مش الماكلة بركة، على برشا حاجات، الشهوات، كل شيء. الله شهر العبادة وشهر التقوى وشهر القرآن، أنزل فيه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه تعطف الرقاب من النار. هو عبادة يكون صايم على كل شيء، كسوة مكلته ومأكله وشرب، ويكون يتحلى بأخلاق حميدة. والله ما صليش بصراحة، صلي كان في رمضان، لما ظلي وسلم فيه مش صلي أصلا. الفوائد الجسدية هو الارتياح الجسماني، نقول واحنا معناه الانسان يخف بدنه شويه ويرتاح. بالنسبه للفائده الدينيه هو الاجر اللي ناله الانسان لما يعني يؤدي الفريضه نتاعو. ما عنديش فكره كبيره باش نجم نوصلها كيفاش باش نقول. اكبر فائده هو الصيام، هو ان تعالج نفسك على الصبر. صوم وتصحى سيد الرسول صلى الله عليه، يرتاح في بدنيته وفي نفسه وفي الدنيا كل يعني. رمضان يسمى فر شوي، عنده فيها اجر وثواب هذاك. والله هذيك عند ربي أجر، يعني راحة للبدن، هو أصل تعديل البدن معناتها صحي للجسم قويته. كان باش تصوم أنت وما تقومش بفرائضك الأخرين، أنك تعاون الضعيف والمسكين والمحتاج والبلاش معناها ما عندوش شكون العائل متاعه، يعني كأنك ما صمتش. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مرحبا بفضيلة شيخ الدكتور نور الدين الخادم الذي ينورنا ويشرفنا كالعادة. الله ينورك، مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بالجمهور العزيز اللي معانا في قناة المتوسط. شيخنا،
ما هي فوائد الصيام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فوائد الصيام كثيرة كما ذكر الإخوة وكما هو معروف عند العلماء وعند الصائمين، فيه فوائد صحية وفوائد نفسية وفيه فوائد اقتصادية وفوائد اجتماعية وفيه فوائد للأفراد وللمجتمعات، فوائد الأمة الإسلامية، كل هذه فوائد كثيرة العلماء بينوها وشرحوها، ولكن الفائدة الكبيرة والأساسية والأصلية كما جاء ذلك مبينا في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى الله عز وجل. نعم، فقوله لعلكم تتقون إشارة واضحة إلى فوائد الصوم وإلى أبرز فائدة وأهم مقصد. هذا المقصد هو بلوغ التقوى. سبحان الله. أن يكون الصائم قد بلغ مرتبة المتقين، وأن يكون قد وصل إلى مرتبة التقوى، إلى أن يكون بهذا العنوان الكبير، عنوان التقوى، بمعنى أن يكون على الخير وأن يكون على الفضل في أخلاقه، في سلوكه، خاصة في أعماله. الأخلاق، خاصة الأخلاق. نعم، دكتور. نعم، ونعلم جميعا أنه أحيانا الأخلاق أحيانا تسوء في رمضان والعياذ بالله. نعم، ولذلك يصلح أمر الإنسان في الصوم في رمضان أكثر من أن يصلح في غير رمضان. وبلوغ التقوى، هذه التقوى بوصفها اسما عاما وجامعا لكل خصال الخير في الفكر وفي السلوك، فرديا وجماعيا، في المسجد وفي السوق وفي البيت، في كل المجالات الحياتية لابد أن يكون متقيا، أن يكون تقيا، لعلكم تتقون. والعلماء يفصلون عبارة التقوى هنا، يقولون بأن التقوى هي أول التقوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى، الامتثال للأمر بالصوم، الامتثال للأمر بأحكام الصوم وأداب الصوم وأخلاق الصائم، وأن يكون الصائم صائما عن كل المحرمات. نعم. وعن كل المنهيات والمكروهات. صحيح. وأن يكون مقبلا على الطاعات وعلى القربات، على كل أنواع العمل الصالح. فالفائدة الأبرز والأكبر هي التقوى، هي فعل المأمور به، هي تبرئة الذمة، هي تحصيل الثواب، هي العتق من النار، هي الخلاص من العذاب وسوء الخاتمة، هي طهارة النفس، طهارة المجتمع، هي طهارة الظاهر، طهارة الباطن. نعم. حتى بعض العلماء قالوا من فوائد الصيام الفوائد الاقتصادية، أي حتى في الدنيا. سبحان الله. نعم، ترويج الطعام وإقامة الأسواق وقوة الحركة الاقتصادية والإقبال على الشراء وعلى البضائع، هذا كله غير ممنوع في الدين، بل مطلوب بشرط أن لا يخل بأصل التقوى وبأصل العبادة في رمضان، باعتبار أن رمضان مش فقط هو شهر الاستهلاك وشهر الأطعمة والأشربة، هو شهر للعبادة، ولكن مع ذلك يجوز للمسلم الصائم، بل يجب عليه أحيانا ويندب في حقه أن يقيم الأكل الطيب اللذيذ، أن يتفنن في المطبخ، المرأة تتفنن في المطبخ والرجل يعينها كذلك، وتفننها في مطبخها شكل من أشكال العبادة، طالما أنها جعلت هذه المأدبة هي مسرة في الأسرة، هي خدمة للصائمين. نعم. من أبنائها وزوجها وضيوفها، فهذا كله من العبادة، هذا كله من التقوى. في فوائد صحية، الأخ يقول صوم وتصح ويقول هذا حديث، هذا في الحقيقة هو فيه كلام للعلماء، هو أثر منقول لا يرتقي إلى درجة الحديث، على كل فيه كلام عند العلماء، لكن المعنى صحيح، وأن الذي يصوم رمضان يحقق أقدارا من الصحة الجسدية والصحة. نعم. النفسية، من حيث راحة المعدة، ومن حيث تكسير الروتين، ومن حيث يعني جعل البدن في لياقة متجددة وفي صحة وسلامة إن شاء الله دائمة، طالما أنه بأكل منتظم وبغذاء متوازن. نعم. وبمسك لنفسه عن شهوة البطن والفرج، وتهذيب لهذه الشهوة، وتكسير لما هو مخالف للدين وما هو مخالف للصحة، كل هذا من فوائد الصيام، والعلماء متفاوتون في ذلك. يعني لفت انتباهي فضيلة الشيخ أحد المواطنين لما قال: أنا ما نصومش ولكني أصوم في رمضان. فتعليق قال ما نصليش قال ولكني أصلي في شهر رمضان، فكيف تقرأ الأخ في الحوار؟ يعني ما كانش يمكن يقول هذا الكلام، ممكن يقول أنا أصوم وأسأل الله أن أصلي، لأن الصلاة واجبة مثل وجوب الصيام، فالمسلم مفروض يعني يصلي صلواته الخمس ويصوم شهر رمضان ويزكي ماله إذا كان غنيا ويقوم بجميع الفرائض، ولكن بعض إخواننا من شعبنا الكريم يصومون رمضان ولا يصلون الصلوات الخمس،
هؤلاء نقول لهم إخواننا، هم إخواننا في الدين وإخواننا في الوطن، وهم مسلمون بحمد الله سبحانه، ونشكرهم على صيامهم، ولكننا نقول لهم بأن ترككم لصلاتكم هذا ارتكاب لترك فريضة محكمة في الدين، وترك لواجب شرعي لابد أن يفعل مع واجب الصوم وواجب الزكاة وغيره. وفيها يعني التنبيهات كثيرة من أحاديث نبوية مختلفة حول التحذير من ترك الصلاة، نعم، باعتباري عمودا لهذا الدين، واعتباري أن تركها فيه إضرار على القلب، وهي من الأسس الخمس. نعم، ولذلك في الحديث الذي ذكرناه في السابق بني الإسلام على خمس، نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنها الصلاة، وإقام الصلاة، نعم، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، نعم. فإقامة الصلاة ركن من أركان الدين وواجب من واجبات الدين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نعم. وقول ربنا سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالك بمن تركها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولذلك وأيضا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نحن ندعو إخواننا جميعا الذين يصومون ولا يصلون، نقول لهم تقبل الله صيامكم، ونقول لهم عليكم بفعل الصلاة حتى يكتمل الصيام، وهي وسيلة لتطهر. فضيلة الشيخ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الصلاة كأنها وكأن ببيت أحدنا نهر جار يستحب فيه في اليوم 5 مرات، ألا يبقى من دارنه شيء، نعم، لا يبقى من ذنوبه شيء، نعم، ولا يبقى من فساده شيء، لأن الصلاة الله. كما جاءت في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونحن بالمناسبة نقول لإخواننا الإنسان مأمور شرعا بأن يقيم صلوات الخمس منذ بلوغه إلى وفاته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولذلك دعوتي لإخواني والشعب الكريم رجالا ونساء بأن الصلاة واجبة، نعم، مفروضة. الصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه الصلاة. الصحابة كانوا يصلون يحافظون على صلواتهم في أوقاتها، يقيمون أدابها وأحكامها. فالصيام صحيح إن شاء الله، لا نقول بأنه باطل، ولكن ينقصه حقيقة واجب الصلاة. فبالصلاة والصيام والزكاة عند القدرة والحج عند الاستطاعة مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون المسلم قد اكتمل إسلامه وحسن إيمانه، وهو إن شاء الله يكون من الذين يرضى الله عنهم في الدنيا والآخرة. شكرا. وحتى تكتمل أجواءنا التي وعدنا مشاهدينا الكرام بها نحتاج إلى الإنشاد الآن، فنترك الفرصة للمنشد عبد القادر أن يشنف أذاننا بذكر الله تعالى ومدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة. تحيرت والرحمن لا شك في أمري وحلت بي الأحزان من حيث لا أدري، ولكنني سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر، وما أجمل الصبر الجميل مع التقى، وما قدر المولى على خلقه يسري. سرى سر ترجمان سريرتي، إذا كان سر السر سره في سري، ومن قال إن الدنيا فيها حلاوة، ومن قال ومن قال إن الدنيا فيها حلاوة فلا بد من يوم أمر من المر. فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة.
أشكر المنشد عبد القادر على مقالة تحدث في أنشودتي عن الصبر. يمكن أن نعتبر الصبر ثمرة أو فائدة من فوائد رمضان ما يتعلمه الصائم خلال هذا الشهر المبارك. نعم، هو من فوائد رمضان وصيامه وقيامه التعويد على الصبر، أن يصبر على الأكل في النهار، أن يصبر عن الشراب في النهار، أن يصبر عن شهواته فيؤجل ذلك إلى ما بعد غروب الشمس، فهذا تعويد للصبر. وقد قيل بأن الصوم مدرسة للصبر، والصلاة مدرسة للصبر، والزكاة صبر، والحج صبر، وقراءة القرآن والعمل في الإدارة، المرأة في عملها في بيتها وفي المجتمع، كل هؤلاء الحكم، الدولة، وضع الدستور، يعني العمل الخيري، الأهلي، المدني، يعني الخطباء، الجمعة، المدرسون، يعني كل هؤلاء العمال في الحظائر، العمال في البناءات، في المصانع، في الحقول، كل هؤلاء يصبرون ويتعلمون الصبر. والصبر من أفضل القربات كما جاء في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونحن في مجتمعنا ونحن صغار كما تذكر كنا نصوم لساعتين أو لثلاث ساعات، وتخيطهم جدتي أو عمتي. نعم نعم، وأحيانا يقولوا يصبر يعني يصوم على زرصة ويفطر على خمسة يعني، وأحيانا يصوم يعني مثل ما قلنا يصوم للعشرة للحداش. هو هذا أمر لا بأس به يعني، وفيه تعويد للناشئ أو الأطفال، تعويدهم على الصبر، وأيضا إحساسهم بحرمة شهر رمضان، وإحساسهم بالجو العام، الجو الإسلامي، الجو الديني العام في الأسرة وفي المجتمع وفي الأمة الإسلامية كلها. فالصبر من الخصال العالية ومن الأعمال الصالحة. ورمضان شهر حقيقة يدرب الناس، يدرب الناس على الجوع، يدرب الناس على التضحية، يدرب الناس على الإيثار على النفس، ويدرب الناس كي يتذكروا إخوانهم الجائعين والمحتاجين الذين يتألمون من الجوع ومن الفقر ومن الحاجة. نعم. إخواننا في الإسلام وإخواننا في الإنسانية من الشعوب الذين هم الآن في المجاعات وفي النكبات الاقتصادية وفي الأوضاع الكارثية في بلدانهم وفي اقتصادياتهم، فنحن إذا صمنا تذكرناهم. صحيح. ولذلك قيل فيما ذكر عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فيما ذكر أو نبي الله داود عندما كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم لوقت ويفطر لوقت، قيل له لماذا؟ قال لهم: لكي لا أنسى الجائع. سبحان فمعرفة الله. الجائعين وتذكر أحوالهم هذا من أحكام الدين ومن آداب الصائم، وأيضا من المداخل والأسس نحو تربية النفس على الصبر والتضحية والإيثار. يبدو أنه كذلك من فوائد هذا الشهر المبارك أنه من يتغفل عن صلاة النافلة نجد في رمضان صلاة التراويح، ويتساءل كثير من المواطنين فضيلة الشيخ حول حكم صلاة التراويح. صلاة التراويح هي الصلوات التي تؤدى في ليالي رمضان، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لليلتين أو لثلاث ليال، ولم يداوم عليها، لم يواظب عليها. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها ولم يواظب عليها خشية أن يفهم المسلمون أنها فريضة أو أنها سنة مؤكدة قد تصل إلى الفريضة، لذلك تركها صلى الله عليه وسلم، وصلها ليومين أو لثلاث أيام، ليلتين أو لثلاث ليالي، حتى يفهم أنها عمل نبوي ومن أعمال رمضان، وخاصة من أعمال ليل رمضان، هذا من جهة أولى، دون أن ترتقي إلى الفرض الواجب. ثم جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فأحياها وداوم عليها جماعة في المساجد، فأصبحت بناء على ذلك من أحكام رمضان. 28 ركعة هي صلاة التراويح، فيها تفاصيل في عدد ركعاتها، منهم من يصليها 8 ركعات، منهم من يصليها 10، منهم من يصليها 20، منهم من يصليها أكثر من ذلك وأقل من ذلك. الأمر فيه فسحة وفيه تفصيل، ولا ضير في أن نعتمد رأي من هذه الآراء كلها، بحسب المساجد وبحسب ظروف الناس. في الحرم المكي مثلا يصلونها 20 ركعة، وفي غير ذلك يصلونها أقل وأكثر، لا بأس بها. يختم فيها القرآن أم لا دكتور؟ هو صلوات التراويح تصلى في ليالي رمضان، من أول رمضان إلى آخر رمضان إلى آخر ليلة، وبعضهم يقول إلى الليلة 27، وبعضهم يعني يقول قبل ذلك أو بعد ذلك، هذا أيضا بحسب اجتهاد المصلين وبحسب ما يرونه صالحا ومناسبا لهم. ولكن الأصل العام أنها تصلى في كل ليالي رمضان،
والأصل في ذلك أن يختم القرآن في هذه الليالي كلها. طيب هب فرضا فضيلة الشيخ أني لم أتمكن من الذهاب للمسجد لأداء صلاة التراويح، هل أسقطها تماما أم أنه بإمكاني وهذا مطلوب شرعا أن أؤديها مع الأهل في البيت؟ هي الأفضل أن تصلى في المساجد، ولكن إذا صليت في البيت فلا حرج في ذلك. يعني لا تترك التراويح، لا ليس تترك. محلها المسجد فحسب إطلاقا. هي الأصل والأفضل أن تؤدى في المساجد مع المصلين ومع جماعة المصلين رجالا ونساء، ولكن إذا أديت في البيت لليلة أو لبعض الليالي لظروف خاصة ولأسباب مشروعة فلا حرج في ذلك. حتى كيجيني ضيف يعني يمكن أن نستغل الظرف قدوم الضيف بألا نسقط الذهاب للتراويح، ممكن إذا تعذر احتراما للضيف أن نصلي معه التراويح في البيت. لا بأس، وأن يقرأ فيها جزء من القرآن، يعني حزبين اللي يسر من أو الله أو أقل أو جزء يعني أو حزب، ما لا يدرك كله ولا يدرك جله. ولذلك في بعض المساجد يقع ختم القرآن في كل رمضان في الصلوات التراويح، وبعضهم لا يختم القرآن، يقرأ نصف القرآن أو ربع القرآن أو بعض القصار السور أو بعض الآيات، كل هذا جائز، ولكن فيه ما هو أكمل وأفضل وفيه ما هو دون ذلك. والأكمل والأفضل هو الأصل في الدين. الأصل أن المسلمين يصلون ليالي رمضان كلها، أن يختموا كل القرآن الكريم، ما شاء الله. أن يقرأوا بخشوع وبترتيل وحسن تلاوة، وبأن يحضروا في أوقات معقولة في الأصل، ولكن إذا فيه ناس أصحاب أعذار وعندهم ظروف خاصة فلا حرج في أن يفعل دون ذلك. شيخنا حكم صلاة الوتر مثلا في المسجد في التراويح، مثلا يرغب أحدنا في أداء ركعتي تهجد في الليل فيصلي صلاة الوتر في المسجد أثناء مع الإمام ثم يعيد الوتر مرة أخرى فتكون صلاة غير وترية. لا وتران في ليلة، إشني نعمل في ليلة؟ لابد من وتر واحد، يعني ما يوترش مرتين الإنسان، معنا نصلي الشفع فقط، يصلي الشفع ويؤجل الوتر إلى ما بعد قيامه قبل صلاة الفجر، هذا الأفضل وهذا الأصح. السؤال الأخير شيخنا في الجزء ذي متاع التراويح والنافلة، هل تصلى صلاة الشفع الوتري منقسمة بشفع بركعتين ووتر بواحد، أم أنه من الوارد كذلك جمعها كلها في ثلاث ركعات بتسليم واحد؟ هو الأصل والمعمول به عندنا أن يصلي الشفع ركعتين ثم يصلي الوتر ركعة واحدة الراجح بعد صلاة العشاء. ما هو هذا؟ هو الراجح عندنا أن يصلي العشاء أربع ركعات ثم يصلي ركعتي الشفع ثم ركعة الوتر. والمرجوح جائز أم لا؟ المرجوح إذا كان فيه أقوال عند العلماء بأن يصلي معا الشفع والوتر، أو يؤجل الوتر إلى آخر الليل قبل الفجر، أو يصلي الوتر ثلاث ركعات أو الشفع ثلاث ركعات، الوتر ثلاثة خمسة إلى آخره، هذا كله تفصيل عند العلماء جائز وموجود وعنده أقواله وعنده أدلته، لكن الراجح بالنسبة إلى عامة الناس وما عليه عملنا أن يصلي العشاء أربع ركعات ثم الشفع ركعتين ثم الوتر ركعة واحدة. نعم في نفس هذا الإطار خلينا نسمع الجمهور متاعنا، في من عنده سؤال؟ تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم تعجيل الفطر؟ يسأل الشاب ما حكم تعجيل الفطر، يعني ننتظر يكمل الأذان الكل ومن بعدها بدريج بشوي واحد ياخذ أجر أكثر من الله تعالى هكا صمت أطول، ولا يسن أني نفطر مباشرة عند الأذان؟ أي هو من السنة كما جاء ذلك في الأحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور. إيش معنى تعجيل الفطر؟ فسر هنا. تعجيل الفطر يعني يفطر وقت تغرب، وقت اللي يصير غروب الشمس، وقت اللي يصير المغرب ويأذن الأذان، كي يكمل الأذان ولا أول كلمة؟ أول إعلان الأذان إعلان لدخول وقت الله أكبر، وقت يقول المؤذن الله أكبر. نعم ونتأكد ونسمع الأذان هذي ما هوش أذان تلفزة أخرى ولا إذاعة، مش يثبت لعل الأذان هذي هو أذان الجامع ولا أذان التلفزة اللي هي تراعي الوقت متاع تونس العاصمة، لأنه حتى يكون في الجنوب هو أذان التلفزة تراعى فيه لسد المشاهدين تراعى فارق التوقيت من مدن تونس، فلا نعتمد أذان مدينة تونس للقيرواني أو مناطق تونس. ولذلك إذا كان الأذان أذن متاع الجامع اللي هو في المدينة اللي فيها المسلم الصائم هذاك، وسمع الأذان وتأكد للأذان هذاك أذان المغرب متاعه هو متاع المدينة متاعه، ما هوش أذان متاع تلفزة ولا متاع جوال ولا متاع حاجة أخرى. إذا تأكد أن الأذان هو أذان المغرب، بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر له أن يفطر. ماذا مش وإذا حب يخلي بعد شوية وقت يوصل للشهادة واللي كمل الأذان الكل ماذا مش مشكل أيضا، لكن تعجيل الفطور هو سنة. وش معناه تعجيل الفطور هو سنة؟ يعني أنه دوب ما يدخل وقت الغروب ونتأكد من دخوله يجوز للمسلم الصائم أن يقطع صومه،
اما بتمره ولا هذا هو يستحسن انه يكون شقال الفتره على شقال الفتره على تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ديما بالوتر واحده ولا ثلاثه حسب ما هو ممكن ما عندوش تمر ما ثماش مشكل يفطر بشربه نتاع ماء يفطر بشويه شوربه ما ثماش مشكل افطر وقطع الصوم نتاعو يمشي يصلي المغرب ويعاود يرجع يكمل فطوره مش معناها راهو تعجيل الفطور يقعد على الطاوله ويكمل الفطور الكل من اوله الى اخره هذا جائز المهم يفوتش صلاه المغرب ما يقعدش مده طويله على الطاوله ويخرج وقت المغرب الصحيح في هذا والاسلم ان وقت يسمع الاذان وتاكد منه يقطع الصوم نتاعو ياكل تمره ولا ثلاثه ما ثماش تمر يشرب شربه ماء قطع ينجم ياكل شويه من غير فات شوربه ما ثماش مشكل يكمل الصحفه نتاع الشوربه ما ثماش مشكل يكمل معها البريكه ما ثماش مشكل ويمشي يقوم بعد يصلي صلاه المغرب وبعد ما يصلي صلاه المغرب يرجع ويفطر فطوره الكامل مع عائلته ربع ساعه اربع ساعات حسب هو شنو وقته وبرنامجه يعني احنا بدنا في تونس فضيله الشيخ نقول المغرب فارس فماذا به الانسان ما لا يتاخر كثيرا ايه؟ لاداء صلاه المغرب حتى لا يحل الظلام المغرب فارس ولذلك في المساجد وقت يذ الاذان في رمضان يستنوا شوي درج ونص علاش جائز كله جائز باش يخليه فرصه للي يفطر في داره يلتحق الناس يلتحق بالجماعه ويدرك الجماعه خلينا فضيله الشيخ لو سمحت نمر الى سؤال اخر فماشي من يريد تفضل عسلامة سيدنا الشيخ اسمك لو سمحت مريم جربي وعمرك 19 سنة أهلا وسهلا سيدنا الشيخ نوجه لك سؤال ما حكم السحور ووقته تسأل شنو اسمك مرة أخرى مريم جربي مريم تسأل عن حكم السحور ووقته السحور ذي جائز سنة السحور سنة وجاء في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة إيش معناها بركة بركة فيها أولا اقتداء بالنبي صلى الله صلى عليه وسلم الذي كان يتصح بالله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبخلوا أمتي هو من سمع اسم النبي المصطفى ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فصلوا على رسول الله مرة أخرى صلى الله عليه وسلم أولا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يتسحر عليه الصلاة والسلام وكان زوجاته أمهات المؤمنين يتسحرن والصحابة يتسحرون والتابعون وكل المسلمين يتسحرون هذا أولا بركة في اتباع السنة واتباع السلف الصالح واتباع الأمة كلها اثنين معنى بركة بركة أي أن السحور يعين على تحمل الجوع والعطش خلال النهار فمن أكل في آخر وقت قبل الفجر يكون أخذ ما يحتاجه البدن من غذاء وماء ومن عناصر مهمة في بدنه ولقيامه بنشاطه وعمله ثالثا فإن في السحور بركة الذي يتسحر سيصلي الفجر إن شاء الله صح حسنيين حسنيين نعم فأريت البركة البركة فيها فوائد كثيرة وهذا كله من فوائد الصيام متى نتسحر السحور قبل الفجر يعني بلحظات يعني ما آخر الليل من قبل 10 دقائق ربع ساعة قبل الفجر نعم نتسحر وكل ما أخرنا السحور إلى ما قبل الفجر كل ما كان سنة أفضل وأحسن علاش أولى لإدراك صلاة الفجر كما قلنا واثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة تقوية للبدن لكن فيه ناس ما يتسحروش إيه إيش نية حكم ما فيش حرج الصوم صحيح مش من شروط الصوم السحور لا وإنما من أفضلية الصوم السحور وممكن ناس يتسحروا مثلا في نصف الليل ثم واحد مثلا يتسحر نصف الليل يقعد يسهر ويتسحر نصف الليل يرقد يقوم كان عند الفجر بالضبط ثم ناس يتسحروا ماضي ساعة ثم ناس يتسحروا لحداش ما مش مشكل لكن الأفضل في السحور أن يفعل قبيل الفجر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في هذا الإطار تلقينا أسئلة مع السادة المشاهدين من بين هذه الأسئلة شيخول يقول لك إذا كانت في فمي تمرة أو ماء بدأت بشربه وسمعت الأذان فهل أنه صحيح أنه يجوز له أن يتم أكل ما بفمه دون أن يرميه أم أنه هذا الكلام غير صحيح هو الاحتياط في الحقيقة في هذه المسألة هو أن يمتنع الاحتياط أن يمتنع والأحوط في هذا والأشد احتياطا في هذا هو أن يتسحر ويكمل سحوره بوقت 10 دقائق حوالي 10 دقائق قبل صلاة الفجر هذا أفضل وأحوط وأصح وأضمن ولكن نعم هل هذه المسألة توقيفية يعني أمانها اجتهادية هي فيها اجتهادات الحقيقة فيها اختلاف روايات وفيها اختلاف الأحكام والفتاوى عند العلماء يعني ما كان سائدا عند العلماء عموما وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من سننه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك ويقرأ بمقدار 50 آية ثم يصلي صلاة الفجر هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أذى الفجر نعم فالعلماء قدروا هذه القراءة 50 آية بين السحور الإمساك وبين وقت الفجر
قدروها بعشر دقائق أو نحو ذلك. هذا هو أفضل كذلك وأكثر احتياط. لكن إذا واحد أكل بعد ذلك وبشرط قبل طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر هو بداية النهار، وهي والفجر هو اللحظة الفاصلة بين الليل والنهار، عنده عند الفجر يبدأ الصيام، يبدأ النهار ويبدأ الصيام وينتهي الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يتبين، يعني يتبين الفجر الصادق من ظلام الليل، من الليل يعني في اللحظة التي يفصل فيها الليل عن النهار بطلوع الفجر الصادق، وكما جاء مبينا هذا الفجر الصادق وهو بداية نور وضياء يظهر ثم يأخذ في الانتشار، ولذلك سمي هذا الفجر بالفجر المستطير. المستطير أي المنتشر، ينتشر في الأفق عرضيا على مستوى العرضي، ويأخذ في الانتشار وزيادة الانتشار إلى أن يتبين النهار وإلى الإصفار ثم إلى طلوع الشمس، بخلاف الفجر الكاذب الذي هو فجر كاذب ليس فجرا حقيقيا، وإنما هو مجرد نور يظهر في بداية الأمر ثم يختفي ويغلب بغلبة الظلام، ظلام الليل. نعم، ورمضان كله نور. أيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا أن نتزود من هذا النور قدر استطاعتنا. وخلينا نعمل استراحة إذا عندك التبين هنا. إحنا نعم، التبين هنا العلماء الآن ضبطوه بالزمن، ضبطوه بالتقويم الفلكي والحساب الفلكي الصحيح، وحولوا ذلك إلى وقت اللي هو 3 و5 دقائق مثلا. نعم. التحويل هذا، تحويل العلامة الكونية وظهور الفجر الصادق في الأفق، تحويله إلى حساب فلكي، ثم تحويل الحساب الفلكي إلى تقويم زمني بالمنجالة وباليومية، هذا فيه رحمة بالناس وفيه تخفيف عنهم وفيه ضبط الأحكام. أما لو كلف الناس الآن بأن يذهبوا ويشوفوا الفجر كل واحد ويثبت وكذا، يتعبون ولا يجدون حلا، وقد يخطئون وقد يقعون في دخول الفجر وهم يأكلون ويشربون. لذلك لابد من الاحتياط، ونحن نبهنا وقلنا بأن الارتباط بالتقاويم الزمنية والحسابات الفلكية بناء على البيانات الشرعية هذا عمل استقرت به الفتوى وهو صحيح إن شاء الله، والصوم بناء عليه صحيح، والصلاة بناء عليه صحيح. وإذا فهم ملاحظات معينة إزاء هذا التوقيت ينظر فيها مش أمام عامة الناس ومش بتشكيك الناس، وإنما ينظر فيها من قبل العلماء المتخصصين في علم الفلك وفي علم الشرع ضمن سياسة الدولة وضمن المصالح العامة التي يدبره ولي الأمر، وبعد ذلك يلتزم عامة الناس بما يراه ولي الأمر، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن تصرف الحاكم على المحكوم منوط بالمصلحة. أما أن يترك الأمر لعامة الناس يجادلون فيه بغير علم ويحدثون فيه ما يحدثون من الحيرة والاضطراب والشك وكذا، هذا كله غير جائز. نحن نسأل الله عز وجل أن يوحد هذه الأمة وأن يبعد عنا أي شائبة وأي مزعج على الأقل الذي يعكر صفو العام، وأن يعم الخير والبركة شهر رمضان. نعمل استراحة فضيلة الشيخ مع بعد أن اقترب الوقت إلى نهايته مع المنشد عبد القادر. فقه الحياة، 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 نور الوجود في عيوني، فقه الحياة، فقه الحياة، ينير دربي وكياني، يا نفسي توبي دعي الذنوب والمعاصي، فالعلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، يا نفس توبي دعي الذنوب والمعاصي، فالعلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، فقه الحياة، فقه الحياة، نور الوجود في عيوني، فقه الحياة، فقه الحياة، ينير دربي وكياني، كل حياتي وممات عمري كله لله، افعل خيرا واصبر صبرا ترتقي بالله، فقه الحياة، فقه الحياة، فقه
فضيلة الشيخ لكم كلمة الختام. الكلمة الختامية هي في العنوان، عنوان البرنامج عنوان جميل ومعبر، فقه الحياة. فحياتنا اليوم في أحوج ما يكون إلى الفقه، إلى أن يكون الفقه موجها لهذه الحياة. هذه الحياة حياة العمارة والبناء، حياة الفرحة والمسرة، حياة التواصل والاجتماع والوحدة. كل ما في الحياة من جمال وخير وسرور وبناء وتأسيس وتشييد، كل هذا من الدين. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمر هذه الدنيا، أن نعمر هذه الأرض بالإصلاح وبالفرحة وبتوحيد الصفوف وتجميع الكلمة وبالتعايش السلمي بين كل عمارها وسكانها، كما جاء في قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. ففقه الحياة هو إطلالة إن شاء الله نأمل بها أن تكون إطلالة شرعية لهذه الحياة بكل ما فيها من أوضاع وتطور وازدهار ونماء وثراء. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ، أسأل الله عز وجل ككل مرة أن يجزيكم الخير كله على ما تفضلتم بقوله. شكر الجمهور العزيز. نختم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أن مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم كمثل الجسد الواحد، أو كما قال: إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أتمنى لكم مشاهدة طيبة لبقية برامجنا، دمتم في رعاية الله وحفظه. فقه الحياة. فقه الحياة.